الصوره او الصور اللي موجوده قدام حضراتكم ديت قيمتها ملايين الدولارات. الصور او المقاطع المصوره او ارباح الصوره اللي احنا شايفينها دي قيمتها ملايين الدولارات، ارباح شهريه بيحصدها اليوتيوبر او مقدم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات دي. بتقدم محتوى كويس، بتقدم محتوى هادف، بتقدم محتوى سيء، في النهايه هدفهم حصد ملايين الدولارات شهريا او سنويا. عشان كده الدوله اتجهت لتقنين اوضاع هذه المهنه لفرض او اقرار ضرائب عليهم زي اي مهنه موجوده في مصر. اي شخص في مصر موجود على ارض مصر بيخضع ليه ضريبه الدخل. اي مواطن لو كان مرتبه 1000 1500 جنيه ايا كان مرتبه بيخضع ليه 10% من مرتب شهريا، سواء كان عامل نظافه في الشارع، سواء كان موظف، سواء كان مدرس، ايا كان مرتبه بيخضع لضريبه، رغم ان مرتبه في النهايه بيكون مرتب محدود. لكن الفئه دي بتكسب فلوس بشكل مبالغ فيه، يعني في البعض بيصل قيمتهم لملايين الدولارات سنويا، في شخص منهم بيكسب 33 مليون دولار سنويا، فبالتالي لازم يدفع فلوس للدوله، لازم يدفع حق الدوله. فبالتالي اتجهت الدوله لاقرار ووضع وتشريع وسن قوانين لمحاسبه هؤلاء وتقنين اوضاع هؤلاء الاشخاص. الدوله قالت او مصلحه الضرائب اعلنت من يومين تقريبا، وده اثار جدل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرض 10% لمقدم المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها من مكسبهم الشهري او السنوي على مدار 12 سنه. لو مرتب او الفلوس او القيمه اللي حضرتك بتكسبها سنويا من المحتوى اللي بتقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها بيصل او الى تحت 500000 جنيه، فهتدفع 10% من هذا المبلغ للدوله سنويا. لو فوق ال 500000 جنيه فحضرتك هتدفع 24%، 10% ضريبه الدخل اللي بتقر على كل الاشخاص اللي موجودين على ارض جمهوريه مصر العربيه، زائد 14% هي قيمه الضريبه او قيمه الضريبه المضافه اللي بتقر على الاشخاص اللي بيتخطى ارباحهم السنويه ال 500000 جنيه ايا كان المهنه. هي مش بس كده، هي القصه مش في مقدم المحتوى بس. حضرتك لو عندك صفحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتبيع عليها منتج او بتشتغل عليها وبتحقق منها ارباح، فانت مطالب فيطبق عليك هذا القانون وهتدفع 10% ضريبه الدخل. ولو بتكسب من هذه المنتجات اكتر من 500000 جنيه في السنه فهتدفع اكتر من 10%، هتدفع 24%. طبعا ده باستثناء المشروعات الصغيره ومتناهيات الصغر، هي معفاه من هذه الضريبه وفقا للقانون. طيب ايه الخطوات اللي المفروض يعملها هؤلاء الاشخاص او مقدمي المحتوى او الاشخاص اللي بيحاولوا ربح من مواقع التواصل الاجتماعي؟ هيتجه الى مصلحه الضرائب او مديريه الضرائب التابع ليها، هيعمل سجل تجاري، هيعمل بطاقه ضريبيه، هيقدم ما يفيد ان هو بيحقق الارباح دي من الصفحه بتاعته، وبالتالي هيبدا يدفع يسدد الضريبه بشكل سنوي. طيب الفيديو ده النهارده حضراتكم بشكل سريع او ثواني معدوده، في عدد بسيط من مقدمي المحتوى عبر موقع يوتيوب، مثلا لولا مثلا عندها فيديوهات 6 مليون فيو 10 مليون فيو، طبعا ده بيحقق ارباح خياليه، محدش يقدر يحدد القيمه بالظبط، لكن كان في بعض التصريحات مثلا لحمو بيكي قال فيها انا ايراداتي من يوتيوب 70000 دولار في الشهر، 70000 دولار في الشهر. في فنان قال ايراداته من السوشيال ميديا بتتجاوز 250 مليون سنويا. احمد حسن قال ان قبل كده بيوصل 33 مليون جنيه سنويا. دي ارقام طبعا خياليه لازم تخضع ليه الضريبه. طب ايه المحتوى اللي هم بيقدموه؟ يعني مش فاهمين. في اسئله كتيره بتطرح، طيب لو ما تقدمش هؤلاء الاشخاص سواء كان مقدم المحتوى او اللي بيحاول ارباح من مواقع التواصل الاجتماعي لمصلحه الضرائب خلال المهله اللي حددها القانون، بالتالي هيبقوا قدام مشكله كبيره بتصل السجن الى 5 سنوات. غرامه بتحدد وفق المبلغ المفروض عليهم تحددها مصلحه الضرائب، وبرضه هيدفع يعني في كل الحالات هيدفع وهيتغرم وهيقضي بيه عقوبه بالسجن بتصل ل5 سنوات. والاخطر من كده ان وفقا للقانون بياخد تهمه مخله بالشرف، بياخد تهمه مخله بالشرف لان هو سرق حق الدوله، فدي تهمه مخله بالشرف، فبالتالي طبعا بتكون موجوده في السي في بتاعه، اكيد بتعطل كل شيء موجود في حياته. طب في سؤال مهم جدا لسه لحد الان مش لاقيين اجابه عليه، وهو هل الدوله هتقدر تسيطر على دول ازاي؟ هتسيطر على المحتوى ازاي؟ ما في ناس بتقدم محتوى من بره مصر، في مصريين بيقدموا محتوى من بره مصر وحققوا ارباح كبيره جدا. الفنانين والمشاهير المعروفين اللي بيحققوا ارباح من مواقع التواصل الاجتماعي عندهم سجل ضريبي،
عندهم سجل تجاري وعندهم بطاقه ضريبيه وبالتالي هم خاضعين للقانون وبيسددوا الضرائب بتاعتهم بشكل منظم، هيضاف اليها الارباح دي. طيب بالنسبه للاشخاص اللي هم مش ما عندهمش سجل تجاري او بطاقه ضريبيه وما راحوش او الدوله مش هتقدر توصل لهم لانهم موجودين خارج مصر وبيقدموا محتوى، الدوله حاليا بتحاول ان هي تتواصل او تعمل تعاقد مع فيسبوك وجوجل والمواقع العالميه المسؤوله عن تقديم هذا المحتوى علشان تخصم الارباح من الفلوس اللي بتديها ليها هؤلاء الاشخاص. النظام اللي موجود في المواقع العالمية ان 60% بياخدها الموقع فيسبوك او يوتيوب او جوجل وبيدي للشخص اللي هو قدم المحتوى وتم الاعلان عنه 40%. طب هل هتقدر الدولة تاخد 40 نسبة الضريبة اللي هي 24% من اجمالي ال 40% اللي بيحصدهم مقدم المحتوى او اللي بيقدم هذا المنتج؟ طبعا ده كلها اجراءات او سعي بتسعى في الدولة المصرية لمحاولة تقنين هذا الوضع، ولو تمكنت الدولة من توقيع هذا الاتفاق هتتمكن من حصد هذه الضرائب بشكل تلقائي عن طريق الشركات العالمية. طب هذه الشركات العالمية مش موجودة على أرض مصر لكن هي لها محتوى موجود جوه مصر. قبل ما نطلع هذا البث كنا تواصلنا مع مصادر في مصلحة الضرائب عشان نعرف هيعملوا ايه في الشركات دي، فقالوا ان الشركات دي مش موجودة جوه مصر لكن ليها صفحات وليها وجود فعلي على أرض مصر، بالتالي هي بتخضع للضريبه، بالتالي المصلحه بتتواصل مع الشركات دي ومع مسؤولينها او مع مكاتبها في الشرق الاوسط علشان تشوف ازاي تقدر تمضي التعاقد او البروتوكول او الاتفاقيه ايا كان مسماها علشان تقدر تحصد هذه الاموال سواء من الموجودين المصريين اللي موجودين خارج مصر. تصل الضريبه لكام؟ 10%. وزي ما قلنا لحضراتكم ان ال 10% اللي مرتبه او الاجمالي ربحه تحت 500,000 جنيه. اللي فوق ال 500,000 جنيه هيدفع 24% ضريبه دخل 10% وضريبه قيمه مضافه 14% واجمالي 24%. طب ده مش على مقدمي المحتوى ده بس، ده كمان بينطبق على الناس اللي بتعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا بتحقق نفس الارباح هينطبق عليها القانون. يبقى اي شخص بيحقق اي ربح باي شكل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بكافه انواعها هو بيخضع لهذا القرار ولهذا القانون. بيصل دخله الشهر ل 250,000 جنيه هيدفع 10%، بيصل ل 500,000 جنيه هيدفع 24%. بالتالي او لو ركزنا على نقطه مقدمي المحتوى هيبقى قدامنا نقطتين، يا اما الناس دي هنتخلص منها عشان المحتوى اللي بيقدموه يا اما هم مستمرين معانا. ده طبعا برضو هيحدد القانون لان طالما انت قننت وضعك هتبدا تندرج تحت القانون وهيكون في ماسكه ليك، يكون في ماسكه. فبالتالي الناس اللي بتقدم محتوى زي الاشخاص اللي بنشوفهم 24 ساعه على سرير النوم بيعملوا كفته وملوخيه وبيتزا وبيحققوا ملايين المشاهدات مش عارفين ازاي، هيكون في مراقبه لاوضاعهم وفي عقوبات نقدر نسنها عليهم من ارباحهم ونقدر نضاعف عليهم الغرامات ونضاعف عليهم الغرامات لو تاخروا في السداد برضو وفقا للقانون. نفس الكلام على الاشخاص اللي احنا بنعيش حياتهم اليوميه في البيت، اللي بيشيل مراته واللي بيشيل بنته واللي بيخوف بنته واللي بيرعب حماته، حقيقة محتوى طبعا لا يرقى ان هو يشوف الناس لكن للاسف الشديد له جمهور وبيحقق ارباح كبيره جدا جدا جدا، بالتالي الدوله بتاخد الارباح دي وبتطبق القانون ده. لان مش مستحيل ان تكون الدوله بتفرض ضرائب على عامل النظافه اللي بياخد 1500 جنيه وشغال في الحر 24 ساعه وما تفرضش ضريبه على شخص بيكسب اكتر من 30 مليون جنيه وفي البعض بيكسب اكتر من 100 مليون دولار في السنه وما تفرضش على ضرائب. يعني هو اكيد مش عادل، هذا القانون عادل يقنن الاوضاع على الاشخاص ويحطهم تحت دائره القانون بشكل كامل سواء كان جنائي او عقوبات ماليه، بياخد حق الدوله اللي بتفرض على اي شخص على ارض مصر من هؤلاء الاشخاص. انا اعتقد ان نقدر من خلال طالما قدرنا نمسكهم بالاموال وبالغرامات وبالضرائب هنقدر بشكل كبير جدا نراقب هذا المحتوى. طبعا مفيش حد يكون بعيد عن القانون لان وزاره الاتصالات كل اللي احنا شايفينه ده تحت او موجود او تحت اعين وزاره الاتصالات، فبالتالي هتقدر تحدد حضرتك بتعمل ايه وبتكسب كام ومنين، وبالتالي محدش هيقدر يهرب من القانون. وزي ما شفنا في صفحات كتير جدا كانت بتقدم محتوى ضد القانون او خارج عن القانون تم غلق هذه الصفحات والقي القبض على هؤلاء الاشخاص عبر تيك توك. كان في اشخاص او نماذج بتحاول تحقق ارباح
خارج في بطريقه خارج عن القانون برضه وقعوا تحت طائره القانون وخدوا احكام قضائيه وتم التحفظ على اموالهم. فبالتالي كل هؤلاء الاشخاص او الملخص من النقطه دي بالتحديد ان الكل تحت طائره القانون، الكل تحت اعين الدوله، فبالتالي ما حدش يعرف يهرب من هذه الضريبه.